سيدي بس بدي أسجل عتب من خلال برنامجكم صدقا يعني بصراحة. نعم. حتى هو مش عتب والله، يا كمان مناشدة من خلالكم باسمي وباسم مجموعة لا يستهان بها من قطاع النقل، وأنا نعم. بحكي باسم لجنة تنسيقية يعني بصراحة باسم اللجنة التنسيقية المنبثقة عن العاملين بالقطاع. نعم. طيب أقول له يا معالي وزير النقل، أنت حصلت على ثقة سيد البلاد، وأنت بتعرف أنه مش أي واحد بنال ثقة سيد البلاد، وبكون يعني وزير لخدمة الشعب. طيب. وتقسم يمين دولة رئيس الوزراء، اليوم التقينا احنا وياه وكان في مشروع بيئي او اشي للوطن، وحتى هو دولة الرئيس يعني بصراحة والله كان يلقط معنا نفايات من الارض وحطه وعبي بالكيس. نعم صحيح، وحقينا الخبر الصبح كان في منتزه غمدان. نعم منتزه غمدان. نعم صحيح. واجا واحد من زملائنا وقال له يعني ما انا ما حبيت انا، لان المره الاولى انا التقيت انا وياه مدينه الحسن وكان في ما شاء الله برنامج رائع، واليوم يعني كمان واحد من زملائنا فقال له، قال له يا عمي تعالي على المكتب كثر خيرك، اذا انت دوله الرئيس بتقول تراجعني بمكتبي يعني لزميلنا، قال له راجعني بمكتبي وراجع وزير النقل. ف يعني دقيقه محمد، يعني دوله رئيس وزراء قال لكم راجعوني على المكتب ولا راجع وزير النقل؟ لا من اول قال راجعوني بمكتبي، فقال له راجع وزير النقل بمكتبه وراجعني. نعم. انا بمكتبي. نعم. فكل الشكر لدولة رئيس وزراء الله يكون بعونه كمان، يعني همه مش قليل، هاي مملكه بلد. نعم كوي. يعني ايش جميل انه دولة رئيس وزراء قال لكم يعني جميل جدا سمع منكم صراحة. يعني ايش جميل جدا، هذا يسجل بسجله بتاريخه. نعم. صراحه يعني فتوجهنا سيدي لوزارة النقل انا ومجموعه من زملائنا، وحكينا مع مدير في مكتب معالي الوزير. قديش واحد رحتوا على وزارة النقل؟ احنا رحنا 5 و2 يعني تجنبا للوضع الوبائي وعشان اكون بس فيه. محمد انا صوتك انا مش قادر اسمعه كثير كويس، قديش؟ احنا رحنا 5 بس اللي دخلنا على وزارة النقل 2 شخصين. طيب شخصين. فدخلنا وحكينا مع السكرتيرته الفاضلة او مديرة مكتبه الاخت حنان الترك، يعني سيدة فاضلة وكل احترام والتقدير لها. نعم. اتفاجأنا بعد شوية، طبعا كان في عنده زيارة لمعالي وزير العمل يحيى الكسبي. نعم. اتفاجأنا وانه الرجل ما بده يشوفنا، كانت سيارة معالي الكسبي برا وزير العمل، فعشان يتجنبنا ما يطلع يودع معالي ويشوفه على الباب دخل السيارة على الكراج وطلعه من مخرج خاص. طيب. قلنا ما علينا حاول. طب اتفاجأنا ولا بيرن علي ضابط مركز امني، انتوا عاملين مشاكل عاملين قلق بالله. طيب انا الان بس اخلص بدي ابعث لك على الواتساب الرساله اللي وديتها لمعالي الوزير، قلت له يا معالي الوزير احنا بنتامل من الله ومنك، بودي لك اياها الرساله يعني كلها ادب واخلاق واحترام لمعاليه. لكن شو بدي احكي لك صدقا استاذ رائد، الرساله اللي حاب اوصلها باسم كافة زملائنا ومن خلال برنامج محمد، قبل الرسالة إذا سمحت لي قبل الرسالة طبعا. شو صار داخل وزارة النقل؟ يعني دخلت على الوزارة، دخلت عند السكرتيرة، شو حكت لك السكرتيرة وليش ما قابلت الوزير؟ صدقا ما دخلنا لعند السكرتيرة على الباب تحت عند الأمن والحماية اللي تحت، وحتى في شب الأمن العام يعني لو شافنا أسأت ما بتركنا بعتقلني، عرفت يعني لو شاف واحد فينا أساء بعتقلنا الشب، وحتى هم نفسهم الموجودين بيقولون يعني احنا مستغربين ليش الامن العام اجى كيف ما يجي من الدوري من مركز امني واحنا موجودين، يعني لا انت تصرفت لا انت غلطت ولا شيء، قالوا لك ممنوع تقابل الوزير، حملت حالك وروحت. طب السؤال يعني معالي الوزير يعني طلب لكم الشرطه، طلب لكم مركز امني، ايش بالضبط؟ نعم انا اتصل في احد ضباط امن العام من مركز امن البيادر. اتصل فيك انت شخصيا؟ شو قال لك؟ على تليفون ورقم موجود بقول لي معك 5 دقائق تكون عندي بالمركز الامني. طيب. طب انا كنت بعد جرش مروح، انا سكان اربد وكنت بعد جرش مروح على اربد. طيب يعني راجعت المركز الامني؟ لا لا يعني انا بدي اتهرب من مراجعه المركز الامني، انا بيشرفني اني اتعامل مع جهاز الامن العام. طيب هسه ليش طلب لكم، ليش حكى مع المركز الامني معالي؟ صدقا احكي لك يا استاذ رائد، يعني هاي هذا اسلوب، هاي المره الثانيه صارت وزاره النقل وهي تنظيم النقل، بصراحه انا ما بحكي على دور مدير هي تنظيم النقل الموجود الباشا طارق الحباشي، بالعكس انسان متفاهم وانسان رائع يعني صدقا انسان الله يعطيه العافيه عنده جهود وحاب يشتغل، ولكن انا بحكي لك اياه وامري على الله، وهي رساله والله بنوجهها مناشده لجلاله الملك ولكل المخلصين والشرفاء ولدوله الرئيس، في قوه بنسميها اللوبي او قوه الشد العكسي تشتغل ضد هذا الرجل مدير عام الهيئه ومقيد صلاحياته وما بده من قطاع يتقدم. طيب محمد انا ما بدي اذكر اسماء محمد يا محمد يا اخوي يا محمد يا صديقي العزيز، انا بصراحه بدي اوقف عند هذه الملاحظه، أنا بس دي أستفسر استفسار واحد، الآن ما استقبلكم الوزير،
نعم. مش مشكلة، يقول ما استقبلكم يجوز مشغول. طيب طلب لكم المركز الأمني على أي أساس؟ كنتوا عاملين مشاكل داخل الوزارة؟ أستاذ أنا من خلال برنامجك بأكد إذا كان في عندي أي تصرف لفظي أو لا سمح الله يدوي أو أي كان أي تصرف خطأ. يعني أنا بدي أطلب الآن معالي الوزير صراحة، بدي أطلب الآن معالي الوزير. أتمنى أنك تطلبه. وإحنا بنحاول نرن عليه الآن لأنه أنا بدي أشوف شو السبب. أتمنى أنك تطلبه. أنا بقول لك والله من فضل الله ما كان في أي تصرف لفظي أو شيء. أنا حكيت حتى لما لسكرتيرته الفاضلة مديرة مكتبه الست حنان، قلت لها يا ست حنان يعني مش منطق كمان إحنا نروح نوقف مثلا على المدخل وهو طالع سيارته احنا نوقفه ونشوفه بالشارع، احنا جايين على مؤسسة حكومية مش جايين على بيت حدا. يعني هذا كل اللي صار، اما شو الزلمة تهيئ له ومش اول مرة بعدين حضر الا يعني ما بدر منكم اي تصرف. انا مسؤول عن كلامي باذن الله تعالى وفي شهود في خمسة. طيب السؤال الثاني معلش تحملني الان، هذا الكلام اللي انتم عملتوه اليوم رحتوا على وزارة النقل توجيه من رئيس الوزراء؟ نعم صحيح، قال يا إذا دولة رئيس الوزراء قال راجعوني عن مكتبي. بعدين بالرسالة الأولى اللي وصلناها لدولة رئيس الوزراء قلنا له معالي لا بيجي على الميدان لا بيجتمع فينا لا بيشوفنا ولا إنه علاقة. قال حتى رئيس الوزراء صار يقول ما أنت شايف الوضع يا محمد، كورونا مش كورونا، التسجيل عندي والفيديو عندي، أما بوعدكم الأسبوع القادم يكون عندكم معالي وزير النقل. يعني مش عارف يعني هو توقع مثلا ان هاي شكوى. قلت له يا عمي كشخص كل احترامي له، احنا خلاف بالعمل والخلاف بالعمل يعني الخلاف في الراي لا يفسد له الود قضية، لا انا مستقصدك ولا انت مستقصدني. اما لتصل الامور ان انا اجي اراجعك بوزارة النقل بكل الادب وبكل احترام وتقدير لمعاليك وبعث لك رسالة على الواتساب الان انا برد اسمعك الرسالة استاذ رائد كويس، واتفاجئ انك تطلب لي مركز امني. أنا كل احترام لجهاز الأمن العام أكيد مع احترام وتقديرنا لجهاز الأمن العام، وهذه مؤسسة عسكرية يعني وهذه مؤسسة أمنية تحترم بصراحة. والله العظيم ولكن أنا يا أخوي محمد ولكن يعني هاي الجهة الأمنية والمؤسسة الأمنية وجهاز الأمن العام تحرك على ملاحظة وردته من معالي وزير النقل.